مراسل وقناتنا في طرابلس عن اختطاف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية الطيار أبو بكر القاضي من قبل ميليشيا مسلحة بالمدينة. هذا فيما يعتزم العاملين بالشركة الأفريقية بالإضراب العام عن العمل في حال استمرار اختطاف القاضي. يشار إلى أن طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية تشهد فوضى أمنية عاربة وعمليات خطف وحرابة نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية على الأوضاع هناك.